اجتاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عقبة نظيره فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس بملعب السلام بمنافسات الجولة رقم 27 من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2021-2022. ونجح المدافع محمود حمد الونش من تسجيل هدف انتصار الزمالك والنقاط الثلاثة بضربة رأسية سكنت شباك فيوتشر مع حلول الدقيقة 74 من عمر المواجهة إثر عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو. وواصل الزمالك التغريدة منفردا في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني. وقدم نجوم الزمالك مباراة مميزة على المستويين الهجومي والدفاعي وبقيادة فنية محنكة من المخضرم مانويل جيسوالدو فيريرا. القطار الأبيض لا يوقفه أحد، حيث حقق الزمالك فوزه السادس على التوالي في الدوري خلال مواجهة فيوتشر عن جدارة واستحقاق تام. الزمالك اجتاز عقبة جديدة في رحلته نحو الاحتفاظ بلقب الدوري وعناق الدرع للموسم الثاني على التوالي.